أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة الماضية بين الله تبارك وتعالى لنا حقد إبليس وحسده لآدم وذريته، وأنه سيقعد لهم طريق الحق طريق الإسلام ويمنعهم من الاستسلام لله تبارك وتعالى، ويأتيهم من أمامهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني لا يطيعون الله، لأن الشكر ليس بخط الكلام وحتقول الحمد لله ويكون عبدا لغير الله. يقول لنا ربنا تبارك وتعالى عن إبليس بعد أن تعهد أن يدخل ذرية آدم في جهنم ولن يجد أكثرهم شاكرين، قال الله تبارك وتعالى له: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما أني لكما لمن الناصحين. قال اخرج منها مذؤوما. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: أما المذؤوم فهو المعيب، والذأم العيب، وقال ذأمه ذأما فهو مذؤوم، والذأم والذيم، لأن الألف تقلب الهمزة تقلب ياء، والذأم والذيم أبلغ في العيب من الذم، والمدحور المقصي المبعد المطرود. قال تعالى لإبليس: اخرج من الجنة معيبا مطرودا مدفوعا بعنف وإهانة وإذلال، لأملأن جهنم ممن تبعك من بني آدم ومعهم أنت وذريتك في جهنم، والعياذ بالله تعالى. وخاطب الله آدم فأنزله المنزلة الرفيعة في جهنم، ولكن للابتلاء ليعطيه درس له ولذريته: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اتخذا الجنة مأوى لكما ومنزلا، السكن اسكن يعني مأوى ومنزل لك، وكلا من ثمارها أكلا هنيئا واسعا من غير انقطاع، كيف شئتما ومتى شئتما. ثمار الجنة يا إخواني ليس في الصيف شيء وفي الشتاء شيء، أي شيء تشتهي موجود في الشتاء وفي الصيف وفي الربيع وفي الخريف في كل الأوقات، لأن الله خلق الدنيا فيها يعني أشكال متنوعة من البرودة والحرارة والخفة البرودة والرطوبة وكذا، من أجل أن يعني أسباب من أجل أن يزرع فيها ابن آدم حاجياته المتنوعة. أما في الجنة دار سعادة وليس دار زرع وتعب وحصد وأكل، لا، دار سعادة فيها كل شيء وفي كل وقت وحيث ما يشاء الإنسان. ولا تقرب هذه الشجرة، هنا الابتلاء، كل من كل الجنة أنت وزوجك وتمتع، هذه الشجرة لا تقربها فقط. أود أن أضرب لكم مثلا صغيرا على النفس الخبيثة التي يحركها الشيطان من الداخل. نحن ما نحس الشيطان لا ندري به وهو يحركنا، لا، ولكن هو يحرك النفس، وقال الله لنا عن النفس: إن الناس لأمارة بالسوء. أضرب لكم هذا المثل: فلو أن أحدنا صار له سنتين ما أكل فليفلي حدي أو يسموها محمرة أو كفتة أو كذا، سنتين صار له ما أكل،
صار معه شيء ألم في معدته، ذهب إلى الطبيب فأعطاه دواء وقال له 10 أيام ما بجوز تأكل حد، لأن الحد بيخرش المعدة، ليس ما تشفى كل ما شئت بعد ذلك. هو يشرب الدواء ويطيع الطبيب، ولكن نفسه الأمارة بالسوء. آخ شلون بقى، صار لي 3 أيام ما أكلت حد، صار لك 2 سنين ما أكلت حد، هلا صار. فصار يشتهي ما يضره لأنه منع منه من قبل الحكيم الطبيب. فحكيم الحكماء وخالق الأرض والسماوات عندما يمنع إنسانا عن شيء لأنه يضر به، يأتيه الشيطان من نفسه الأمارة بالسوء فيدفعه، هذا يعني شهي إليه حتى يفعله ويخالف أمر ربه. فانتبهوا إلى هذا عندما تسمعوا قصة آدم مع إبليس. آدم أبوكم وأبونا عليه الصلاة والسلام، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، فقط بس، فتكونا من الظالمين. الظالم من يطيع مع الله غيره ويعبد مع الله غيره فيظلم نفسه، استحق العقاب لأنه خالف أمر سيده وخالقه. الشيطان يترك آدم هكذا؟ لا، بزعمه أنه بده يعمل حتى يضره. فوسوس لهما الشيطان لهما، لمن؟ لآدم وحواء، ودعاهما إلى الخطيئة، حيث ألقى في قلبيهما كلاما خفيا مكررا مسولا لهما الأكل من الشجرة بطرق كثيرة، تارة بأنهم بكذا، تارة بكذا، تارة بكذا. فكان يقول لهم مما ذكر القرآن بالوسوسة الخفية: ما منعكما ربكما أن تأكلا من هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وشيء من هذا، عشان ما تخلدوا في الجنة منعكم، كلوا تموا في الجنة. طبعا ما صدقوا، سلك طريق آخر، وقاسمهما إني لكم ولا من ناصحين. صرح لي في يمين، بحلف اليمين بالله، معناتها الأمر حق منطيعه. انتبهوا إلى وسائل الإعلام الكاذبة في عصر الدجل التي يأتي الشخص فيقسم أنه يرد وطني وأنه من أجل الوطن، وهو يقتل شعبه ويسيل دماءه. ويغتر بعض الناس لأن له مصلحة مع هذا الطاغوت فيظن أنه من المسلمين، أي إسلام هذا؟ والعياذ بالله تعالى. عندما يخرج الإنسان عن طاعة ربه يكون ظالما. لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان. ما اكتفى بطرق متعددة حتى يسولهم أو يدفعهم إلى الأكل من الشجرة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أبنصحكم أنا مشانكم، وحلف يمين. فما تصور آدم ولا زوجه أن يكون هناك مخلوق يحلف بالله كذبا. سمعوا منه وأكلوا من الشجرة. هنا لنا تعليق بسيط: النصارى يزعمون أن المرأة شيطان، ويقولون كما يعني يزعمون أنه لا تقرب المرأة فهي شيطان بدخلك النار. منين أخذنا الفكرة هاي؟ من الإسرائيليين، من بني إسرائيل الذين حرفوا الدين. زعموا أن المرأة هي التي دفعت آدم ليأكل من الشجرة، فأكل من الشجرة فورطته. لا، القرآن يبين أن أصل الخطيئة من آدم وحواء تبع له، وليست حواء هي التي دفعت آدم. ولكن فيها مغزى أن الإنسان ما يطيع زوجته في ما حرم الله، يبقى ماشي على طريق الله، ولو وسوسته زوجته سوت حالة بتزعل وبتبكي وبتموت وبتحيا وكذا لأنه ما عمل كذا ويعمل كذا، لا، يبقى ماشي في طريق العلم والتعلم ولا يطيع زوجته في شيء يضر به في دينه، لأنه إذا لم يتعلم يضر نفسه. يتعلم الدين، هذا قصدنا، وطبعا العلوم الأخرى كلها تبع. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال قتادة في الآية: حلف الشيطان أو إبليس بالله إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما
فاتبعاني أرشدكما، معلمكم الطريق الصحيح حتى تعيشوا مسرورين. مثل أبالست الزمان من شياطين الإنس، اتبعني حتى دخلك الجنة، اتبعني حتى تعيش حياة سعيدة. لك هل الحياة السعيدة تعرفها أنت يا إنسان أكثر من رب العزة اللي خلقني وخلقك وخلق الكائنات، خلق الكون والإنسان والحياة ويعرف مصالحنا؟ فمن يغتر يطيع هذا الإنسان ويظن أنه سيحصل مصالحه وسعادته من طاعته، فيترك طاعة الله ويترك أن يكون مع المؤمنين، فيشق عنهما، يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم والعياذ بالله تعالى. فكان بعض أهل العلم يقول من خدعنا بالله انخدعنا، يعني من حلف لنا الأيمان نخدع به نظنه صادقا. هذا معنى ذلك أن الإنسان لو رأى شخص يحلف بالله إذا كان الأمر مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى فلا ينخدع بيمينه، مثل ما انخدع بعض الناس بداعش، والله شوف يا أخي عبولوا إسلام وعب بحلفوا يمينه إسلام وعب بدفعوا مال اللي بقرأ القرآن، كذابين هذول. العبرة أن يطبقوا الإسلام. هل ما يفعلونه إسلام؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتل المسلمين أم يقاتل الكافرين الذين يعتدون على المسلمين؟ فإذا كان نغر وراءهم نغر مشى وراء الشيطان والعياذ بالله تعالى وخدع. ثم يقول سبحانه وتعالى فدلاهما، الضمير يرجع إلى آدم وحواء، فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ما قلت لكم ليش نسيت كلامي وخدعت فيه؟ إذن إبليس غر آدم آدم وزوجه حواء باليمين الكاذبة وبالأباطيل والأكاذيب، فحطهما دلاهما الددية من الانحطاط، فدلاهما من منزلة الطاعة إلى مهواة المعصية، فدلاهما بغرور، يعني خدعهما شيئا فشيئا. أحيانا شياطين الإنس أو شياطين الجن يا إخواني ما بيطيع الإنسان مرة واحدة، بيجي مرة ثانية مرة ثالثة من قبل نصيحة من زوجته بظن أنها صواب فيطيعها في أمر، وإذا به تورط وصار خارج أمر الله وخارج حكم الله، فيسر إبليس إن استطاع عن طريق زوجته أو عن طريق ابنه وعاطفة الأبوة وعكذا، أو يأتي للمرأة عن طريق ابنها أو بنتها وعاطفة الأمومة تغلب عليها فتنصاع لما يشجعها عليه الشيطان وتنسى أمر الله والعياذ بالله تعالى فتكون من الظالمين. فدلاهما بغرور يعني شيئا فشيء، خدعهما شيئا فشيء، فأنزلهما من الطاعة إلى المعصية. فلما ذاق الشجرة، أكلوا من الشجرة اللي منعهم ربهم سبحانه وتعالى منها، بدت لهما سوآتهما، السوء العورة ما ينبغي ستره، ظهرت لهما عوراتهما بسقوط الأكسية الساترة لهما، وجعلا يخصفان أي يرقعان من ورق الجنة، الأوراق الكبيرة يستر عورتهم الغليظة ويستروا ما بدا لهما من عوراتهما، ويلصقاها على جلودهما. ونادى الله تعالى حواء وآدم وخاطبهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ما قلت لكم لا تأكلوا من هذه الشجرة، كل الجنة لكم، تمتعوا، بس الشجرة هذه اتركوها فقط، هذه المحرمة عليكم. وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، ألم أقول لكما إن الشيطان عدو، ظهرت عداوته مبين يعني بين العداوة من يوم يا آدم، من يوم أمرته أن يسجد لك فرفض وتكبر واعتبر نفسه أكبر منك وحسدك وبغى، لماذا نسيت تترك أمر ربك وتتبع الشيطان؟ وأنت يا ابن آدم ألا تعلم أن الله خلقك؟ ألا تعلم أن الله خلق لك كل شيء؟ كل شيء. ألم تعلم أن الله صورك في رحم أمك فشق لك السمع والبصر وخرجت ضعيفا فهيأ لك من يخدمك ويرعاك وجعل في قلب أمك وأبيك الرحمة يتعبان حتى ترتاح ويسهران حتى تنام؟
كل هذا وغيره الكثير جعله الله تبارك وتعالى لك، وطلب منك أن تعبده ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني تطيعه ولا تطيع عدوه الشيطان، شيطان الإنس والجن. كيف تنسى، كيف تنسى عداوة هذا الشيطان؟ وأقول لكما إن الشيطان عدو لكما عدو مبين، قد ظهرت عداوته لكما في هذه الآية، دليل على أن كشف العورة من المحرمات في كل الشرائع، في كل الشرائع، في كل الديانات، ليس في الإسلام فقط. بعض الناس يرون النصارى واليهود يتكشفون كذا، يظن أن دينهم ما كان، لا، النصارى عندنا في حلب العصر القرن اللي قبلنا، يعني أبي زمن جدي، كانت النصارى بتتحجب مثل المسلمات، حتى أن جدتي زوجة جدي كانت تقول لي أم قربه ما بعرف مني بتتخطب منحة في خراطة مثلها. فستر العورات موجودا في كل الديانات، ولكن إبليس اشتغل وتعب فكشف سوءات الناس، حتى من وراء هذا التكشف يوصلهم إلى ما هو أشد وأخطر من الفجور والبغي والأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وبالنهاية يوصلهم إلى النار. كثير من الناس ترك دينه من أجل الشهوات. التشيع يا إخواني كان منتشرا في الرقة وفي حلب، عليكم حلب أقل، وفي دمشق العاصمة يغرون الناس بالمال، 1000 ليرة شهرية سورية شهريا كان يعطوهم الذي يتشيع، والذي يستعصي أمره ويكون له مركز جيد يزيدونه، يعطوه 10,000 ليرة سورية في الشهر من أجل أن يمدح الشيعة والتشيع وكذا. إذا كان دينك حق بالحكمة والموعظة الحسنة خليه يدخل في دينك، أما إذا كان دينك باطل تدعو الناس إلى تقديس الحسين رحمه الله ورضي عنه عليه السلام، ولكن لم نخلق لنقدس الحسين ونترك الله. فإذا دينك حق ادعو إليه بالحكمة، أما دينك باطل إنك تكره الناس أو تتخذها عوجة بالمال أو بالجنس، ولا أحسن ما تزني، يعني في عندك المتعة، أي بنت تعيش معها يوم ويومين وساعتين وثلاثة، فيحببونه بالتشيع عن طريق هذه الشهوات والعياذ بالله تعالى. فالشيطان عدو مبين لا تغتر به. أخرج أبويكم من الجنة وكشف عنهما سوءتهما بالمعصية، فالآية تشير إلى أن أعظم مسالك الشيطان في إشاعة الفحشاء هو التكشف والتعري، صل أهدافه عندما تتعرى النساء وينظر إليها الرجال، المرأة تظن أنه هي ما في أحلى منها في الدنيا، الرجال أخذت عقل الرجال، غريزة هذه، الحمار لما بشوف الحمارة ورقد عليها، مو معنى ذلك الحمارة ما في أجمل منها في الكون، لا، بني آدم أفضل من الحمارة، ولكن من ضاع عقله وترك طاعة الله وأثر عليه الشيطان ضاع. فتظن هذه المرأة المتكشفة أنه الناس عم تنظر إليها، إذن هي ما في أحلى منها، ما في أجمل منها، ويظن الرجل أن هذه الفتاة جميلة فينظر إليها، وقد تكون زوجته أجمل منها، ولكن الشيطان يقول لك انظر هذه مكسب والعياذ بالله تعالى، حتى يوقعه فيما حرم الله تبارك وتعالى، صلى الله العافية. سيدنا آدم وزوجه حواء عندما وقعا في المعصية ووقعا في الخطأ انتبها إلى خطائهما ورجعا إلى الله، قال، يعني آدم وزوجه حواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. احنا يا ربنا تبنا إليك ارحمنا، إذا لم ترحمنا وتمسح الذنب عنا نخسر كل شيء، لأن الإنسان لو مدحته الدنيا كلها وحاز على الدنيا كلها ولكنه لم يحز على مرضات الله بل على غضب الله خسر كل شيء، لأن من يغضب عليه الله سيكون في جهنم
ومن يرضى عنه الله ويرحمه يكون في الجنة. والحياة الدنيا مرة سريعة مثل ما سكن آدم في الجنة فترة بسيطة وبعدين نزلوا الله للدنيا للابتلاء الحقيقي هو وزريته بعد أن أعطاه الدرس. فالإنسان في الدنيا يعيش فيها. أنا عمري الآن قريب 79 سنة أو 78 سنة، أنظر إلى حياتي السابقة ما هي؟ زالت وكأنها يوم أو يومين، انصرفت، ما كان فيها من لزائز بنسى الإنسان، وما كان فيها من هموم راح الحمد لله خلصنا منها. وإذا بنا قريبين من حفرتنا التي ننتقل فيها من هذا العالم إلى العالم الآخر مرورا بالقبور التي هي الفترة بين الدنيا والآخرة تسمى البرزخ. هذه هي الحياة الدنيا. وبعدها يقول يكون الجنة أبدا أو النار أبدا والعياذ بالله تعالى، أسأل الله العافية. إذن آدم تاب إلى الله وأقر أن الله إذا لم يرحمه يكون خاسر، خاسر بكل شيء. فجاء في آية أخرى فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني الله ألهمه كل شيء بفضل الله. يا إخواني لا تغتر مثل ما يغتر بعض الجهل ولو كان عنده شيء من العلم، يقول لك والله هو عالم هو بفهم والناس كلها ما بتفهم وطاشت عقولهم وعنده العقل، بيكون هو رأس الجهل لأنه ضيع ربه، ترك ربه خالق الأرض والسماوات وصار ربه فرعون يمدح فرعون ويزم المسلمين. ومن يفعل غير رأيه فهو طاش لبه ما في عقل، هذا نوع من أنواع الجهل، لأن الجاهلية أن يجهل الإنسان ربه تبارك وتعالى. فإذا كان هداك الله للإيمان احمد الله على فضله أن هداك للإيمان. إذا علمك الله ما لم تكن تعلم فاحمد الله على ذلك، لا تتكبر بعلمك وتظن حالك عالم والناس كلهم جاهلين بيدخلوا النار، قد تكون وحدك أنت الذي تدخل النار والناس يدخلون الجنة والعياذ بالله تعالى. فربنا سبحانه وتعالى ألقى لآدم كلمات بدليل قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي هذه الكلمات؟ قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إن تتفضل علينا فتمحو ذنبنا نخسر كل شيء. حياة الدنيا طبعا بالنسبة لنا ماضي، والحياة الآخرة إذا لم نفز برحمتك وفضلك وجنتك خسرنا كل شيء، الدنيا راحت والآخرة راحت. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ربنا خاطب آدم وإبليس وزوجة آدم تبع له، إذن ثلاث أشخاص. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض، اهبطوا من الجنة إلى الأرض، بعضكم لبعض عدو. كيف عرفنا إلى الأرض الهبوط؟ قال تعالى ولكم في الأرض مستقر تستقر فيها فترة من الزمن ومتاع إلى حين. المراد إذن بالخطاب اهبطوا هو آدم وحواء وإبليس. والعمدة في العداوة، في بعض التفاسير يا إخواني مكتوب فيها آدم وحواء وإبليس والحية، لأنه أخذوا عن يهود أهل الكتاب الإسرائيليات سموها أنه إبليس دخل على الجنة خفية ما حسوا عليه، دخل في الحية والحية دخلت على الجنة، وبعدين حية عم تحكي مع آدم وحواء غرون وحلف لهم. منين الكلامات؟ إذا في نص عن الله والرسول على الرأس والعين، أما إذا كان كلام من كلام أهل الكتاب المحرف دينهم المحرف لا ما نأخذ شيء. فالعمدة في ذلك ما وردت فيه النصوص في الآيات وفي السنة الصحيحة أو الحسنة. فهبطوا منها آدم وحواء وإبليس. إما يأتينكم مني هدى، قال في سورة طه اهبطا منها جميعا، خاطب آدم وحواء وعفوا آدم وإبليس وحواء تبع لهما، بعضكم لبعض عدو. إذن عداوة إبليس لآدم ظاهرة ومعروفة منذ وجود آدم في الجنة، وذريته ينبغي أن تأخذ من ذلك درسا وعبرة. ما هو سبب هذه العداوة؟ اختلاف مصالحكم. إبليس
أخذ على نفسه أنه مصلحته ونفسه لا تستقر وما فيش قهره مثل ما بقول العوام، إلا أن يدخل أكبر كمية ممكنة من ذرية آدم جهنم. اشتغل في هذا. عداوة الناس لبعضهم البعض اللي بيشتغل عليها إبليس، اختلاف مصالح الناس واختلاف أهوائهم واختلاف مشاربهم، واحد يحب هذا واحد يحب ذاك، واحد يحب شهوات البطن واحد يحب شهوات الفرج ويموت فيها، فإبليس يشتغل على هذا ويعلق الناس ببعضهم، تجري من وراء ذلك القتل والقتال والحروب والكذا، لأن الناس أصبحوا يعبدون أهوائهم وشهواتهم. ورأيت من اتخذ إله وهو، لو تحرروا من إبليس ومن شياطين الإنس وأطاعوا ربهم فأخذوا من شهوات البطن والفرج وغيرها من متع الدنيا حسب ما قرر لهم ربهم، لأنه خلق سبحانه وتعالى لهم هذه المتع، فتمتعوا وعاشوا سعداء. ولكن عندما وجدت العداوة وجد الخصام والقتال، بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكم في الأرض استقرار، فترة من الزمن تستقرون فيها على ظهر الأرض، تبتلون فيها وتختبرون. فمن أطاع الله دخل الجنة ومن عصى الله دخل النار، إلى حين القضاء آجالكم حسب القدر الذي قدره الله وسطره عليكم. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. نتم إن شاء الله في حلقة قادمة، والحمد لله رب العالمين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.